ازيكم يا شباب؟ الفترة الأخيرة الطلب على موبايلات الألعاب زاد، كل شوية جاي تلاقي حد داخل يقول لك عايز أجيب كذا وعايزه البابجي، عايز أجيب كذا وعايزه الفورتنايت، فإحنا حاليًا متأكدين من نزول موبايلين للألعاب في نفس الفئة السعرية تقريبًا ومنافسين لبعض بقوة، الريلم 7 والبوكو X3 NFC. وبما إن النهاردة هنتكلم عن موبايلات الألعاب، فأنا النهاردة هبدأ المقارنة بالأداء. الموبايلين جايين بمعالجات جديدة وحصرية جدًا، البوكو جايب معالج سناب دراجون 732G، المعالج ده أوكتا كور ثماني النواة، عندك 6 مسارات 1.8 جيجا هرتز مسارين 2.3 جيجا هرتز، ومربوط برقاقه جي بي يو ادرينو 618، والموبايل هينزل بنسخه واحده 6 رام، وعندك بقى اوبشن تاخد 64 ذاكره داخليه او 128 ذاكره داخليه. نوع الذاكره هنا 2.1، وده الطبيعي يعني ما تستناش 3 وحاجات زي كده في الفئه السعريه دي. وشركه شاومي بتقول ان الموبايل ده جاي معاه تبريد مائي من اصدار جديد، وده اللي هيساعد في تخفيف درجه حراره المعالج لو انت بتلعب على الموبايل وتقلت عليه جامد في اللعب. كل الكلام ده بقى محقق 285000 نقطه على منصه اختبارات الاداء انتوتو بنش مارك. نيجي بقى للريلم 7. الريلم 7 عندك معالج هيليو جي 95، معالج جديد برضو، معالج اوكتا كور ثماني النواه، عندك 2 منهم بتردد 2 جيجا هرتز، والسته التانيين جايين بتردد 1.95 جيجا هرتز، ومربوط برقاقه جي بي يو مالي جي 76. عندك هنا اوبشن زياده انك تاخد 6 رام او 8 رام مع 64 او 128 ذاكره داخليه. وبالنسبه لنوع الذاكره هنا، فنوع الذاكره هنا 2.1، نفس نوع الذاكره برضو، وكل الكلام ده بيخلي الموبايل يحقق 294000 نقطه. عموما ما تحكمش بالسكور خالص. اول نقطه هنتكلم عنها هنا هي الصوت. الصوت عندك في الريلم 7 سماعه واحده احاديه وصوتها كويس جدا وعالي. وبالنسبه بقى للبوكو، فانت عندك هنا ستيريو سبيكر، السماعتين هيشتغلوا مع بعض وهيدوك اداء محترم واداء مختلف في الالعاب وهيفيدوك جدا في اداء الالعاب. والموضوع بس مش مقتصر على اداء الالعاب، الموضوع هيفيدك في الصوت بتاع الموبايل بشكل عام، سواء بقى بتتفرج على فيديو تستخدم الموبايل في اي حاجه، اداء الصوت هيفرق معاك جدا والستيريو سبيكر هيفرق معاك جدا في الموبايل. وبالنسبه بقى لنقطه الجرافيكس والفريم ريت، فالموبايلين بيشتغلوا على نفس الجرافيكس والفريم ريت، وده ياخدك لنقطه ثانيه وهي تجربه اللعب الفعليه، واللي هتختلف شويه هنا. عندك في البوكو شاشه فول اتش دي بلس مقاسها 6.67 بوصه، شاشه كبيره جدا وكمان 120 هرتز. سيبك بقى من جوده ودقه الشاشه دي، هنتكلم عنها كمان شويه، تعالى لل 120 هرتز اللي هتفرق معاك في اداء الالعاب. طبعا لو انت جربت قبل كده موبايل 90 هرتز او اعلى من كده هتعرف انا بتكلم عن ايه. ال 120 هرتز هتنعم تجربتك للعبه وهتخلي التعامل والتحرك كده سموز جدا. هي اكيد مش بتفرق في الجرافيكس والحاجات دي ولا في قوه اللعبه، بس الشاشه اللي بريفريش ريت عالي بتنعم اللعب اكتر حتى لو مش هتعرض عدد فريمات عاليه. وبالنسبه بقى للريلم 7، فانت عندك هنا شاشه 6.5 بوصه فول اتش دي بلس و90 هرتز. ال90 هرتز هنا ادائها محترم جدا وزي البوكو هتخلي تجربتك مختلفه في الالعاب، بس طبعا ال120 احلى. بس لا يزال برضو ان ال90 هرتز كانت ممتازه جدا في الريلم 6 وبرضو ممتازه في الريلم 7، هتخلي تجربتك في الالعاب محترمه جدا وكويسه جدا هتفرق عن 60 هرتز في الالعاب. وبشكل عام يعني تجربه الالعاب في الموبايلين محترمه جدا، مفيش دروب فريمات والالعاب سلسه جدا. بالنسبه بقى لدرجات الحراره، فما تقلقش خالص، الموبايلين بيحافظوا على درجات الحراره كويس جدا، وفي العموم يعني الموبايلين بيسخنوا بس مش بيسخنوا جدا لدرجه ان هم يضايقوك. وبشكل خاص البوكو بيحافظ على درجه الحراره بنسبه احسن من الريلم 7، بس مش بفرق كبير، الريلم 7 بيسخن والبوكو بيسخن، بس الريلم 7 بيسخن زياده شويه. شاشه البوكو اي بي اس ال سي دي وبتحقق 395 بكسل بير انش، والشاشه دي بتدعم اتش دي ار 10، وزي ما قلنا قبل كده الشاشه دي 120 هرتز، وكمان الشاشه دي جايه عليها طبعه حمايه كورنينج جوريلا جلاس 5، شاشه نقدر نقول عليها بكل بساطه نفس شاشه النوت 9 برو بالاضافه ل 120 هرتز، وده دليل ان الشاشه هنا ممتازه، لان شاشه النوت 9 برو كانت من احسن الشاشات فئته السعريه بغض النظر انها ما كانش فيها ريفريش ريت عالي. بس طبعا لا تخلو من عيوب الاي بي اس، زي ان الاسود مش مطفي قوي والالوان مش مشبعه بالقدر الكافي زي الاموليد، وطبعا زوايا الرؤيه مش زي شاشات الاموليد. والعيوب دي مشتركه في الموبايلين، لان الشاشه هنا برضو اي بي اس ال سي دي، وشاشه الريلم 7 بتحقق 405 بكسل بير انش، وللاسف الشاشه دي مش بتدعم اتش دي ار 10، وطبعه الحمايه كمان اللي جايه عليها من الجيل الثالث. والشاشه دي زي ما قلنا 90 هرتز، شاشه طبعا بكل بساطه شاشه ممتازه نفس شاشه الريلم 6 بالظبط. الموبايلين مختلفين في الخامات والديزاين والواجهه. البوكو تصميم الكاميرات هو اكتر حاجه هتشد نظرك اول ما تبص للموبايل. شكل الروبوت ده 4 كاميرات في مستطيل وحواليهم حلقه دائريه لامعه كده بسيط، شكلها هيشد نظرك اول ما تبص للموبايل. وحلو شكل الشريط اللي نازل بحجم عريض ده في نص ظهر الموبايل وجاي بملمس مختلف كده عن الظهر. مش عارف الصراحه كلمه بوكو اللي مكتوبه بحجم كبير وحجم عريض جدا في ظهر الموبايل دي، مش عارف ليه يعني حطينا بالحجم ده، كان ممكن تتكتب عادي بحجم صغير في النص وعادي تبقى شيك وبتاع، يعني مش عارف الصراحة. وظهر الموبايل هنا من البلاستيك والفريم مذكور ان هو من المعدن، بس شكل الفريم كده كشكل من البلاستيك،
المفروض ان هما ممكن يكون الفريم معدن وحاطين عليه طبقة من البلاستيك، مش عارف الصراحة، بس المفروض ان الموبايل جاي بإطار من المعدن. وزن الموبايل هنا 215 جرام، وده يعتبر وزن تقيل على موبايل في السعر ده. وعندك هنا البصمة جاية في زرار الباور دقيقة، بس لسه برضو الانيميشن اللي بيتأخر بتاع واجهة شاومي لسه موجود. لما بتضغط على البصمة كده البصمة بتستجيب بسرعة، بس الانيميشن هو اللي بيقطع. اما بقى عن ريلم 7، فريلم 7 التصميم بتاعه شبه ساده، لون هادي جدا، عندك شريط كده لامع كده على الجنب، وعندك هنا اربع كاميرات بشكل مختلف شويه عن ريلم 6 في شكل طولي. وبالنسبه للخامات هنا فعندك الفريم والظهر جاي من البلاستيك، وطبعا البصمه جايه في زرار باور برده، بس البصمه هنا سريعه ودقيقه جدا زي عاده ريلم يعني. نيجي بقى لنقطه الكاميرات. الريلم 7 عندك هنا كاميرا اساسيه 64 ميجا بكسل، وفتحه العدسه بتاعتها 1.8، الكاميرا الالترا وايد، الكاميرا الواسعه 8 ميجا بكسل وفتحه العدسه بتاعتها 2.3، الكاميرا الثالثه والكاميرا الرابعه كل واحده 2 ميجا بكسل وفتحه العدسه بتاعتهم 2.4، عندك واحده للماكرو والثانيه للعزل. وبالنسبه للكاميرا الاماميه فالكاميرا الاماميه هنا 16 ميجا بكسل وفتحه العدسه بتاعتها 2.1. في البوكو بقى عندك كاميرا اساسيه 64 ميجا بكسل وفتحه العدسه بتاعتها 1.8، عندك الكاميرا الواسعه الالترا وايد 13 ميجا بكسل وفتحه العدسه بتاعتها 2.3، عندك هنا برده نفس الكاميرتين 2 ميجا بكسل فتحه العدسه 2.4، واحده للعزل والثانيه للماكرو. واخيرا الكاميرا الاماميه هنا 20 ميجا بكسل وفتحه العدسه بتاعتها 2.2. والكاميرات الحقيقة مش قادر احكم عليها اكتر من ان الريلم بالليل الصور بتاعته احسن عشان النايت مود بتاعه. مع العلم ان جوجل كاميرا ممكن تغير التجربه. بالنسبه بقى للبطاريات وسرعه الشحن، فعندك اول حاجه كده في البوكو عندك بطاريه 5160 ملي امبير مع سرعه شحن 33 واط، رقم كبير ورقم معقول جدا في فئه السعر دي، وبالتحديد لما تنزل لي موبايل بشاشه 120 هرتز، فانت عارف ان الشاشه 120 هرتز هتسحب جامد من البطاريه فتديني بطاريه كبيره، فيعتبر تفكير سليم وتفكير منطقي جدا من شركه شاومي ان هي تحط بطاريه بالحجم ده. وطبعا بطاريه ممتازه جدا جدا، هتقدم معاك اداء يومي محترم وممكن كمان تكمل معاك اكتر من يوم. وبالنسبه لسرعه الشحن، فسرعه الشحن برده معقوله هنا وكويسه جدا جدا، سرعه شحن 33 واط تعتبر نسبه معقوله جدا في الفئه اللي هينزل فيها الموبايل. بالنسبه بقى للريلم 7، فالريلم 7 جايب بطاريه 5000 ملي امبير مع سرعه شحن 30 واط، بطاريه برده محترمه جدا لان الموبايل برده معمول للالعاب، فبالتالي البطاريه لازم تكون كبيره. وعندك هنا سرعه شحن 30 واط شفناها قبل كده في الريلم 6 وفي الريلم 6 برو، فمن الاخر الموبايلين البطاريه بتاعتهم وسرعات الشحن بتاعتهم كويسه جدا جدا جدا. نيجي بقى لحته الاسعار. الاسعار اللي انا هتكلم عنها دي هي الاسعار الرسميه اللي نزلت بره مصر، مش الاسعار الرسميه اللي هنشوفها في مصر. هل هتكون نفس الاسعار او ازيد حاجه بسيطه؟ ده اللي هنشوفه في ميعاد الاطلاق بتاع الموبايلات في مصر. عندك اول حاجه البوكو نسخه 6 رام و64 ذاكره داخليه جايه بسعر حوالي 4300 جنيه. بالنسبه للريلم 7 نسخه 6 رام و64 ذاكره داخليه جايه بسعر حوالي 4200 جنيه، والموبايلين دول هينزلوا مصر ان شاء الله بشكل رسمي، والمنافسه ما بينهم هتكون قويه جدا جدا جدا. وبس دي كانت كل حاجه عن فيديو النهارده، ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب، اشوفكم في فيديو جاي ان شاء الله، سلام.